الخاصة بالنادي الأهلي، سواء تصريحات من أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس محمد سراج الدين والمستشار تركي الشيخ. طبعا احنا موجود على الساحة، فبالتالي النادي الأهلي بيناقش هذه الجزئية، وهيكون في قرار موجود من خلال هذا الاجتماع بخصوص هذا الموضوع. هنشوف يعني، طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي بيجتمع عن طريق الفيديو كونفرنس، هنشوف الأمور بالنسبة لهذا الاجتماع. أيضا في أمور خاصة بالصفقات الجديدة والاعتزال حسام عاشور، برضو الأزمة اللي موجودة في الوقت الحالي بعد وجود فيديو لحسام عاشور أمس كان بيتكلم فيه أن الأمور توقفت عند النهاية، ولكن مفيش تقدم في جزئية اللعب أو المباراة الخاصة به لاعتزاله، فبالتالي دي أمور برضو هتناقش في مجلس الإدارة والاجتماع اللي سوف يحدث يوم الثلاثاء. أيضا بعض الأمور الخاصة باللجنة القانونية واستطلاع آرائها بشأن أمور الرياضة في الفترة الأخيرة. حاجة تانية أو خبر معايا تاني ده حابب أتكلم فيه بخصوص علي معلول. علي معلول بيتلقى عرض قيمته 3 مليون دولار من نادي العين الإماراتي. طبعا لا غنى، وده من وجهة نظري أنا الشخصية، عن وجود علي معلول في الجبهة اليسرى للنادي الأهلي. طبعا بنشوف في وقت من الأوقات علي معلول كان سبب من الأسباب في وقت من الأوقات أنه حصول النادي الأهلي على الدوري السنة اللي فاتت، وأيضا وجوده لنهائي أفريقيا كذا مرة بمجهوده الكبير. يعني لاعب زي ما بيقول هو رئة للنادي الأهلي، في وقت من الأوقات بيبقى متواجد كراس حربة ما تعرفش، يعني هو لعيب مميز بيستخدمه النادي الأهلي في ظل ظروف وقت يكون صعب جدا داخل الملعب وتوقيتات صعبة داخل الملعب، بيستغلها هذا اللاعب بإحراز هدف أو بيحرز الفوز للنادي الأهلي. فبالتالي العرض اللي تقدم له أنا شايف أنه هو عرض مميز، ممكن السعر يغلى عن كده في ظل الظروف والأزمة الحالية للكرة المصرية والجزء المادي، والنادي الأهلي أكيد محتاج فلوس، محتاج أن يبقى فيه فلوس يقدر يصرف بيها على الأنشطة الأخرى، على الصفقات القادمة. خلي بالكم أننا بنتكلم، هل النادي الأهلي أخذ قرار قوي ورسمي بخصوص عودة رمضان صبحي أو استمرار رمضان صبحي؟ فبالتالي النادي الأهلي هيبقى محتاج فلوس كتير عشان هذه الصفقة. فبالتالي هل هتبقى هذه الصفقة هيكون الفلوس كافية داخل النادي الأهلي؟ هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. فبالتالي 3 مليون دولار أعتقد مبلغ مميز، ويقدر يزيد كمان النادي الأهلي إن هو يوصل لمبلغ محترم. دي حاجة، وزي ما قلت لكم في الأول لا غنى عن علي معلول، فبالتالي لو النادي الاهلي وافق لازم يبقى فيه البديل. وفكره كمان لو اتطبق فكره عدد اللاعبين المحترفين وان هم يقلوا في الموسم القادم، طيب مين اللي هيمشي مع يعني مع علي معلول لو هم فكروا ان هم يبقوا؟ عندنا طبعا اجاي موجود كمحترف، جيرالدو حسم الامر بشكل كبير، قلنا بادجي كان موجود طبعا لسه جاي، ديانج لسه جاي، في مين، وليد ازارو طبعا لسه هيتجدد او يتمدد عقده عشان يتم اعارته مره اخرى. امور كتير جدا بتقول ان علي معلول ممكن يفضل، ولو مشي هيمشي عشان النادي الاهلي اكيد محتاج المادة عشان يصرف على صفقات اخرى وعلى الانشطه اللي موجوده في ظل الازمه اللي موجوده للانديه كلها، عشان بس يبقى متفقين، ظل الازمه اللي موجوده للانديه كلها في ظل الظروف الحاليه اللي احنا متواجدين فيها. لكن معلول من اللعيبه المميزه جدا